طيب كيف تعمل سيت اب؟ كيف تعمل سيت اب للماشين تبعتك للداتا ساينس؟ مش مشكله يسلم. في عندك خيار انه انت تنزل كل حاجه لوحدها، ايش بلزمنا؟ بلزمنا طبعا بطبيعه الحال البايثون بالاضافه لاي دي اي. بلزمنا بايثون بالاضافه للاي دي اي. تمام؟ البايثون وين ممكن تجيبها؟ تجيبها مباشرة من هنا بايثون داونلود. تختار حسب السيستم تبعك، طبعا يفترض ان انت تنزل اخر اصدار اللي هي 3.7x. هاي لوحدها حجمها صغير ولا شيء، يعني في حدود الاربعينات، مش عارف بالضبط قديش. تمام؟ في انت عندك موجوده لللينكس والماك والويندوز، طبعا انت بدك تنزلها للويندوز بتنزل هذه لوحدها، ولكن هذا خيار مش ما بحبه. تمام؟ ليش؟ لانه انت محتاج تشتغل مع مجموعه من الباكجز تكون جاهزه للديتا ساينس، انه تكون بري انستولد، يعني مثبته بشكل مسبق، بدل ما انه انت توجع راسك انه تضلك تعمل انستليشن للباكجز هذه كلها. فواحدة من ضمن الخيارات انت في عندك خيار اناكوندا. نعم. تعمل داونلود، شايف هنا ايش بيجي معاه؟ بيجي معاه جوبيتر، سبايدر، نمبي، ساي بي، نومبا، بانداز. شايف قديش الباكجز هذول؟ كل هذا حدا تعامل معاهم هذول. تمام؟ سايكت ليرن، مات بلوت، H2O.ai، تنسر فلو، بالاضافه للكوندا اللي هي الباكج مانجر. تمام؟ طبعا بتنزلها نسخة 3.7، 2.7 لا، نسخة 3.7. تمام؟ طبعا هذه النسخة بي كي جي، هذه اوكي هنا للويندوز، هنا عندك لي اكس اي. هذه حجمها شويه كبير، بتطول شويه في التنزيل، ولكن انه هي بتريحك. تمام؟ طبعا هنا كيف بدك تتعامل معها؟ اي باكج انه انت بتحتاجها، لو رحنا هنا على الدوكيومنتيشن، هنا الدوكيومنتيشن حاطينها تحت. اناكوندا ديستريبيوشن، في عندك اناكوندا تشيت شيت. عارفين التشيت شيت؟ هو عبارة عن شيت بنغش منه. تمام؟ بتلاقي فيه الأوامر اللي أنت تحتاجها. تمام؟ هاي الأوامر هنا لو اطلعت عليها بشكل مختصر بسيطة جدا. بدك تنزل باكج معينة، كوندا انستول باكج نيم. كوندا انستول باكج نيم. تمام؟ بالإضافة لذلك أنه أنت ممكن تستخدم البيب. نعم، هذه النافيجيتور يعني بتسمح لك أنه أنت تتحكم بالفيرجنز اللي موجودة عندك، يعني على سبيل المثال النوت بوك، الجوبيتر نوت بوك الفيرجن تبعته 5.6 اللي نازلة. تمام؟
فبتشوف انت ايش الفيرجنز اللي تبعت الباكجز هذه كلها. هذه هي الباكجز اللي موجوده عندك. يعني على سبيل المثال في عندي السايكت ليرن هذه او الاسكي ليرن، هذه عباره عن بايثون موديول فور ماشين ليرنينج هنستخدمها. تمام. في عندك النمبي والسايبي، هذه عباره ل انه انت تتعامل مع اريز، لانه البيانات كلها في النهايه راح تتحول لاريز. هذه للبلوتينج. البانداز للتعامل مع الداتا ستراكشر والفايلز، البيانات انت عندك لما تكون مخزنه في فايل، بدل ما انت تتغلب حالك بتساعدك الباكج هذه بشكل كبير. حنتعرض لها واحده واحده، حنمشي عليها بالتدريج. فهذا هذه خيار مناسب جدا. بالاضافه ل يبقى الخيار الاول انت عندك بايثون زائد اي دي اي، والاي دي اي هذه بالمناسبه بي شارب او باي شارب، ما تدقش كثير على الفاولز عندي. تمام. لا لا هذه اي دي اي، حورجي لك اياها. اي دي اي هيها زيها. تمام. يعني موجوده منزل على الجهاز هذا. الخيار الثاني انه احنا ننزل الاناكوندا. لازم تعرفوا ايش هي الخيارات، لانه انتم معرضين ان انتم تعملوا سويتش على الماشينز حسب الشغل اللي انت هتشبك معاه. يعني في بعض الاحيان بتطلب انه انت تعمل سيت اب للانفايرمنت هذه بنفسك، فمن الضروري. عشان هيك انا سجلت لك اياها على فيديو، انه انت خلاص تعرف انه هذه ايش الخيارات تبعتها. هذه بتريحك، كل الباكجز اللي موجوده هناك جاهزه. تمام. فهذه انا كنت بالاضافه للبي شارب. تمام. في عندنا كمان خيار، يعني ايش الفرق بين الخيار الاول والثاني؟ هذا بيور بايثون، بايثون فقط بدون باكجز، البيسك انستليشن. اما الاناكوندا هي البايثون بالاضافه ل الداتا ساينس باكجز، حوالي يعني 17 او 12، مش عارف قديش كان رقمهم في الليستة. الخيار الثالث وين بايثون. برضه نفس الفكره، هنا الوين بايثون لو اجيت اطلعت عليه، هاي الرابط تبعه هتلاقيه هناك. ايش بنزل معاه؟ بنزل معاه البانداز. مر عليك هذه الباكج؟ مرت عليك هذه الباكج البانداز قبل شوي. تمام. سايبي، نامبي، تنسر فلو للديب ليرنينج. تمام. بس المشكلة تبعتها انه الاصدار تبعها شوي قديم، لانه تنسر فلو حاليا يعني لو جيت اطلعت عليه واصل لاثنين فيرجن 2 بيتا. يعني هنا لو رحت على الانستول الفيرجن 2 لسه ضايله بيتا. على حسب ما شفت او اشتغلت انا مع التنسر فلو، انه تقريبا عندك كل شهر في فيرجن جديده. يعني هنا مثلا بتلاقي انه 1.13، بتلاقي 1.14، 1.7، 1.8، 1.9، كل شهر زي هيك تطور بشكل مهول كتير. والمشكله انه في عندك بعض الفانكشنز بتكون ديبريكيتد. عارفين الديبريكيتد فانكشن؟ لو انت اجيت اطلعت عليه على الجيت هاب هنا عشان تعرف تحدد انه هو قديش، انه هو فعلا خيار كتير ممتاز. اكاونت كونتريبيوتر عندك 2052 كونتريبيوتر، تخيل قديش شخص بيساعد في تطوير هذه المكتبة. تمام. اكاونت كوميت عندك 59000، بتطور بشكل رهيب. وهذه مين واقف وراها؟ جوجل. تمام. اكام ريليس عاملين 87، فبالتالي اخر كوميت متى؟ يسترداي، امبارح. فبالتالي انه بيتم تحديثها باستمرار. ف
يفضل انه انت تقدر تعمل ابجريد بالوين بايثون او حتى بالاناكوندا، تقدر تعمل ابجريد بسهوله يعني، بس انه هذول الباكجز اللي هي الباندا والسايبي والنمبي بتريحك فيها. بالمناسبه هذه ديب ليرنينج بس جوجل، هذه برضو ديب ليرنينج بس مين واقف وراها؟ فيسبوك. تمام؟ هكذا حنشوف المكتبات هذه انت وين برضو وين بدك تروح، بدك تروح تستخدم تنسر فلو للديب ليرنينج ولا تشينر ولا بيتورش. هذه كل واحدة متخصصة في شغلة معينة. لو طلعت رجعت طلعت هنا على الشيت هذا بشرح لك هنا. يعني على سبيل المثال النمبي من اسمها نمبر وبايثون، معنى ذلك انه هذه الباكج بتساعدك انه انت تتعامل مع الاريز والارقام والمصفوفات، لانه البيانات حتتحول في النهايه لمصفوفات وارقام. السايبي لهذه للساينتفك بروسيسنج، انه انت تعمل عمليات حسابيه وعلميه على البيانات تبعتك. المات بلوت تعمل بلوتينج للداتا، ترسم البيانات تبعتك. فيجواليزيشن. تمام؟ البانداز هاي عشان تتعامل مع الداتا ستراكشر تبعت البيانات. تمام؟ او انه باورفول داتا ستراكشر تول بتساعدك انه انت تقرا البيانات وتتعامل معها بسهوله مع التايبز المختلفه تبعتها. على سبيل المثال كذلك السايكت لير، طبعا هذا البرونونسيشن اللي انا بحكي لك اياه هو المعتمد الستاندرد وهو الاسهل. تمام؟ يعني بدل ما تحكي نمبي واي نمبي، وهنا بدل ما تحكي سايكت ليرن خلاص سايكت ليرن او اسكي ليرن بهذا الشكل. انا ال تي كي هذه للناتشورال لانجويج بروسيسنج، السايكت ليرن هذه للماشين ليرنينج والديتا مايننج. فكل واحده لها تخصص معين، وزي ما انا بدينا المحاضره رسمنا بيج داتا ماشين ليرنينج اي اي ناتشورال لانجويج بروسيسنج، كل مكتبه لها تخصص معين. تمام؟ طبعا المكتبات هذه يعني بدك تعتمد حاجه اسمها التشيت شيتس، هذا اسلوب متبع في الديفلوبمنت. انا مش هقدر احفظ كل هدول المكتبات كيف السينتاكس تبعها ولا كيف انه انا اشتغل معها. والديفلوبرز عاده كيف بيسووا؟ بروحوا باخذوا الشيت هذا زي هيك بحطوه على الشاشه على اليسار وبفتحوا الاي دي اي زي هيك. تمام؟ بحطوه على حكيت العكس اليمين واليسار. تمام؟ وبيجي بتطلع انه هذا الكود تبعها كيف بينكتب، بروح بكتبه هيك على طول مباشره. تقلقش من الموضوع ان انت لا بدك تحفظ وبدك تتعامل مع مكتبات كتير، لا حتاخذ الشيت شيت، ويفترض انه يكون في عندك المهاره انه انت تطلع ايش الستيتمنتس اللي انت محتاجها فعلا عشان تعمل لود للبيانات، ديبلوي للموديل، ترين للموديل، كل هاي الاشياء. تمام؟ أهم حاجة إنه أنت عندك تكسر حاجز الخوف. فهي بشكل عام إنه هاي المكتبات أديتك فكرة عنها للي سأل. آر هذه باكج ثانية، يعني يا بتستخدم بايثون يا آر. موجودة ضمن الأناكوندا، نعم. إيش يا أستاذ؟ ما إحنا حنبدأ من الصفر. انا بورجي لك كيف تبدا السيت اب للانفايرمنت. انا بقول لك هنا الخيار الاول، خيار الاول انه انت تنزل بايثون لوحدها. تمام؟ وين الويب سايت؟ هيو شايف اليو ار ال؟ انت عندك هنا اليو ار ال، هيو python.org/download. تمام؟ هذه بتنزل بيور بايثون، او تروح بخيار الاناكوندا. انا بحكي لك الخيارات وايش يعني، ليش انا بحكي لك هذا الكلام؟ لانه في بعض الاحيان بتيجي انت بتشتغل على شركه بيقولوا لك خذ هاي السيرفر انت عندك وبدك تعمل سيت اب من الصفر، ممكن يكون في عندك بايثون بيور بدك تنزل باكجز لوحدها، ممكن يكون في عندك خيار ان انت تنزل اناكوندا. عشان هيك ضروري جدا ان انت تعرف ايش الخيارات. انت المره الجايه يا بتيجي اناكوندا مع البي شار او وين بايثون مع البي شار. تمام؟ رابط الاناكوندا موجود عندك، هو الاسهل بدل ما تقعد تنزل باكجز ثانيه، مع انه التنزيل سهل بس هو الاسهل انه بتكون بري انستولد.
او وين بايثون مع البي شارب. تمام؟ تشتغل مع الفيجوال ستوديو، ولكن يفضل ان انت تستخدم شغله زي البي شارب. البي شارب هاي كيف؟ ما انت بتقدر برضه من خلال الفيجوال ستوديو تعمل رن من خلال الاي دي اي نفسه. تمام؟ ممكن انت تستخدم على الفيجوال ستوديو، انا بالمناسبه استخدمتها شوي وما ارتحتش فيها كثير، يمكن انت ترتاح فيها، بس اللي انا بيهمني انه عشان من يعني انه الايفورتس انه نكون كلنا يعني نفس الاي دي موحده، بحيث انه انت لو واجهتك مشكله انه اقدر اني انا اساعدك. او انه مشكله واجهت الجميع لما نستخدم اي دي مختلفه بصير لا مش ضابط عندي في الاي دي الفلاني، ضابط عندي في الاي دي الفلاني. ساعتها ممكن انت تعمل بعد ما تخلص الكورس ممكن تعمل سويتش على الاي دي اللي انت بتحبه. حكيت بخصوص البي شارب. البي شارب او الباي شارب اذا بتحب، فيش انترنت شغال، هو شغال الشبكة بس معقول سايد داون. لا لا انا بدي اورجي في السايت. في عندك براوزر ثاني كروم؟ ماشي، بس هي هذا الويب سايت شغال. طيب حكيت بخصوص البي شار، بس بدي احكي نقطة هنا انه انت في عندك السي اي كوميونيتي اديشن او البرو. كوميونيتي اديشن فري، تمام؟ البروفيشنال مدفوعه، ولكن انه ممكن تحصل على اكاديميك لايسنس بايميلك تبع الجامعه. والله انا بدك صحيح، انا بستخدمش كراكس بالمره، واوعى تفكروا انه اللي بعمله إذا أنتوا عندكم مش عندكم إيميلات على الجامعة؟ لا 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 بتعمل يعني محلولة، بتعمل واحد جديد. أنت بالإيميل تبع الجامعة ممكن أنت تحصل على أكاديميك لايسنس تتجدد كل سنة. صحيح تتجدد كل سنة، بتجددها. وتبطل طالب بتصير انه انت بتشتغل بتجيب فلوس بتشتري لك واحدة. تمام؟ البروفيشنال الفرق بيناتهم، اوضح لك الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم للشغل تبعنا بيفرقش كثير. الفرق بيناتهم للشغل تبعنا بيفرقش كثير، لانه البروفيشنال بتمكنك انه انت تعمل تستخدم فريم ووركس زي مثلا الفلاسك والجانجو والشغلات هذه كلها، بتريحك كثير هناك. هل معنى ذلك انه انت في الكوميونتي اديشن تقدرش تعمل فلاسك وجانجو؟ لا بتقدر،
بس انه بتريحك كثير في كتابة كود ال HTML والشغلات هذه كلها. فبالتالي في الغالب انه حتيجي بنزل الكوميونيتي اديشن، تمام؟ طيب الان خلينا احنا نتوقف هنا بخصوص الانفايرومنت، تمام؟ وانه نيجي المره الجايه انه نورجيكم كيف انه ايش الفرق بين انه انا اشتغل على اي دي اي او اشتغل على شيل او اشتغل على الجيبتر، لانه الشغل على الجيبتر مهم جدا لو احنا بدنا نشتغل على البايثون على الكلاود. لو بدي استخدم الكولاب او الكاجل لازم تكون متعود على الجيبتر عشان انه انت تقدر تكتب كود هناك، تمام؟ فخلينا احنا نتوقف هنا، والمرة الجاية ان شاء الله بتكونوا جايين معاكم اللابتوبس وهذه انستولت، وبنبدأ شغل، نبدأ بالبايثون مباشرة.